الراديو 90-90 هواها مصر. يتجوزوا في شهر ونص، محدش كان يصدق ان انا اقول كده. انا شايفة انه حاجة بقى غريبة جدا انه العشرة هي اللي بتقرب، و زي ما كانت ناس بتقولك الغربة بتقرب، دي حقيقة. الغربة عن بيتك، الغربة عن أهلك، دي غربة. احنا قاعدين في بيت واحد أو حتى مش في بلد غريبة، الغربة بتقرب، ما بلاقيش غيره، هو ملجئي ومفري وملاذي. يتجوزوا بعد شهر ونص، لو مرتاحين بعد، شايفين هما كويسين. اللي بيعرف ربنا وبيخاف من ربنا ما تخافيش منه، بس لو انت شايف انه بيعرف ربنا go for it، اجري خديها. اللي عنده اخوات بنات هيخاف على اخواته البنات، لان هو بيجي عند ان هو كلهم مش عارف ايه باستثناء امي واخواتي، ده الراجل الشرقي جدا طبعا. لما تبقي مراته والله على هواه، لو انت النهارده مؤدبه هتبقي معاهم في المجموعه، لو انا مش مؤدبه هلعب في المجموعه اللي بعدها او ممكن اطلع من كاس العالم. هكلمك بلغتك عشان تفهم. بعد شهر ونص، يعني انا لو بنتي او حتى انا شخصيا انا ممكن اقول عمرها ما كانت بالمده، ياما ناس قعدنا معاهم كتير بعدنا نقول لا، لانه اول ما بيتقفل الباب تبقى حاجة تانية. وخلي بالك اللي بياخد القرار، لا هو متسرع ولا هو أهوج ولا هو طايش. أنا ما بقولش شباب صغيرة لسه ما تمتش حتى 21، وزي ما كانت بتقول فعلا منك بتقول 25 I was يعني I totally agreed وعجبتني، I was thrilled إنه برافو. من 25 بتبتدي تاخد قرارات، بتبقى تشكلت تلات أرباع حياتك تقريبا، اللي هو يعني الباقي كله ما بتشوفش منه العذاب.